عليكم النهارده هتستلم كارنيه. انت من النهارده محامي بعد الخصم وبعد ما تستلم الكارنيه. محامي يعني ليك حقوق وعليك واجبات. انا هقول لك كلمتين صغيرين. لازم المحامي يلبس بدله. لازم اللي يشوفك يعرف انك محامي. لو سالك انت بتشتغل ايه، انت محامي او انت بتشتغل ايه، كانه بيهينك. البدله مش تقيله عليك، لازم تحافظ على لبسك وتحافظ على زيك وتلبس بدله. برضه لازم تسخف نفسك. دماغك دي لازم تعبيها بالمعلومات. لازم تلتحق بمكتب محامي. في فرق بين الدراسه الاكاديميه اللي انت درستها والشغل العملي. ما ينفعش بكره تفتح مكتب من نفسك. لازم تروح مكتب محامي وتتعلم في مكتب المحامي ازاي القضيه بتشتغل، ازاي تحضر، ازاي تتعلم. طب انت اول يوم هتروح المحكمه ازاي هتتعامل مع زملائك المحامين؟ ازاي هتتعامل مع الناس الكبيره عنك؟ في مبادئ للمحاماه وفي اصول. ازاي هتتعامل لما يجي لك موكل؟ ازاي لازم انت هتخصم خصم في ان انت عندك ان تحافظ على سر مهنه المحاماه وان تقدم المهنه بالشرف والامانه. الامانه اللي هي ايه؟ انا هدي لك ايصال امانه، هدي لك عقد كموكل، يكون عندك امانه تحتفظ بالورق ده. في ناس ما عندهاش امانه بتبيع الورق ده بتاع الموكل. يكون عندك امانه لما زميلك محامي يدي لك ملف، يكون عندك امانه تحافظ على المستند بتاع زميلك حتى لو كان خصمك. زمان الناس اللي قبل منا قالوا لو عندي قضيه روح اديها الخصم يوزعها عليه وفيها مستندات. المفروض انك تهتم في شبابك ده، تثقف نفسك، تلبس كويس، تتحلى بالاخلاق، يكون عندك اخلاق. الناس كلها تشوفك تقول الراجل ده محامي محترم عنده اخلاق. برضه الكلام ده للمحامي والمحاميه، تتحافظ بالزي المحترم اللي يشوفك يقول ده لبس محاميه. في فرق بين لبس السهره ولبس المحاميات. وانت بتتعامل في المحاماه هيصادفك مشاكل كتيره، صادفك موظف امتنع عن اداء عمله. صادفك وكيل نيابه غتت معاك، رفض ان يسمع كلامك، يثبت حضورك، يثبت طلباتك. مفيش احسن من الورقه والقلم وتكتب شكوى فيه، في الموظف، في الضابط، في وكيل النيابه. لكن لو تجاوز معاك وخرج عن حدود عمله، اوعى تيجي عايط، اوعى تيجي مضروب. خد حقك في وقتك، خد حقك في وقتك. ما تقولش النقابه هتجيب لي حقي، لا. طالما هو خرج عن المالوف وتعامل معاك باسلوب غير لائق، خد حقك في وقتك. لكن امتنع عن العمل، الورقه والقلم وقدم فيه شكوى. من النهارده انت محامي، هات قانون المحاماه وشوف المحامي. في محامي جاي النهارده محامي عاوز كل حاجه، عاوز يبقى محامي ده زيه زي السيسي رئيس الجمهوريه، ما حدش يكلمه. ولا محامي ليك حقوق عليك واجبات. اقرا قانون المحاماه، شوف قانون المحاماه ايه، حقوقك ايه وايه واجباتك ايه. ولا اطيل عليكم الحديث، واتمنى لكم حياه سعيده وشكرا والسلام عليكم.